السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملفات. لا شك أن توفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال رفع مستوى المعيشة وإقامة سكن ملائم له وتقديم كافة الخدمات الأساسية كانت ولا تزال على رأس أولويات الدولة، فكان ملف الإسكان الشغل الشاغل للقيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وقد حققت مصر تقدما كبيرا في هذا الملف وفق استراتيجية شاملة تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية. استهدفت إقامة مدن جديدة والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة وتطوير البعض منها بمختلف محافظات الجمهورية من خلال تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتوافر بها كافة الخدمات بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري. للحديث حول هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا يسعدنا أن نستضيف معنا الليلة داخل الاستوديو الأستاذ الدكتور إسماعيل نصر الدين استشاري الإسكان والمشروعات القومية. دكتور بنرحب بك في البداية. أهلا وسهلا. لكن اسمح لنا حضرتك نبدأ بتقرير أعده الزملاء حول هذا الموضوع، نشوف هذا التقرير ثم نعود في هذه الحلقة من برنامج ملفات. على مدى عقود مضت مثل ملف العشوائيات تحديا كبيرا واجهته الدولة المصرية بكل قوة وحزم خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث أعطت هذا الملف أولوية قصوى ووفرت له الإمكانيات المادية والبشرية والمالية ليتحول مشهد العشوائيات في مصر إلى صورة حضارية يفخر بها كل مصري وتشيد به العديد من المؤسسات المحلية والدولية وبما أنجزته مصر في هذا المجال. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط فيه الضوء على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة. وأبرز التقرير التغيير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتا إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات في تلك المناطق التي تم تطويرها ما ساهم في تغيير حياة السكان في تلك المناطق إلى الأفضل. وبدوره أكد برنامج الأغذية العالمي أن هناك تكاملا في سياسات التنمية المستدامة في مصر، وأثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصري المتكامل في التنمية، حيث ضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين وصول الخدمات الأساسية والصحية للمواطنين الكرام لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا بالمناطق الريفية المهمشة. ومن هذا المنطلق اعتبرت المؤسسات الدولية تجربة مصر في القضاء على العشوائيات أحد التجارب الرائدة في العالم، إذ نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة حضارية ونوعية في المناطق العشوائية بما يليق بمكانة المصريين وحقهم في حياة كريمة في ظل جمهوريتهم الجديدة. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج ملفات مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور إسماعيل نصر الدين استشاري الإسكان والمشروعات القومية. دكتور بنرحب بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. بداية يعني عايزين نشوف أو نلقي نظرة بانورامية على واقع الإسكان في مصر، يعني وإلى أي مدى وصلنا، وهل وصلنا إلى حالة من الرضا عن الحالة الإسكانية في مصر؟ وفي الحقيقة يعني طبعا إذا كنا هنبص للإسكان على وجه العموم، أنا عايز أقول لك أن مصر ماشية على الطريق السليم والصحيح في التطور والتطوير لموضوع الإسكان بكل أنواعه. الدليل على ذلك أن في مصر ابتدت نعمل مدن من الجيل الرابع والجيل الخامس كمان، وكل المدن الجديدة اللي احنا شفناها وعددها يفوق 23 مدينة، مدينة كاملة زي مدينة المنصورة الجديدة، مدينة المنيا الجديدة، مدينة بني سويف الجديدة، الجلالة أيضا. الجلالة طبعا دي 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 مدينة بتجمع كل أنواع الحياة، وده بقى اللي احنا بنقول الجيل الرابع، إن المدينة مش بتتعمل عشان سياحة وبس، لا بتبقى متكاملة. الجلالة فيها جامعة تعليمية، فيها صناعة من أكبر الصناعات المدرة للداخل على مستوى مصر والعالم، وهي صناعة الرخام. موقع من الناحية السياحية خطير وجميل، يعني الشيء اللي الإنسان يحسبه للنظام
السياسي في مصر منذ 2014 ونحن نسير على خطة، أنا بقول خطة مدروسة ومعلومة ومتوازنة، وبتحقق إن هذا الشعار اللي بنقوله الجمهورية الجديدة، في كلمتين بنقولهم على طول، الجمهورية الجديدة والتكافل الاجتماعي أو العيش بكرامة والكلام ده، الحتتين دول هما أساسهم إنك بصيت، وده بنبص نظرة بانورامية، إنك مش تبتدي تطور اللي موجود بس، لا ده انت بتعمل جديد على أحدث ما وصل إليه التخطيط الهندسي للمدن في العالم، وفي نفس الوقت خدت أسلوب ناجح وقوي عشان أحافظ على الثروة اللي عندي، وإن أنا أنمي هذا الموجود وأطوره، أمده بكل الإمكانات التي يمكن أن نلحقها في هذه المدن القائمة، ونقدر نطورها بحيث تبقى مواكبة للعصر. فاضل حتة الأخيرة بقى بنتكلم، الإسكان له مواصفات. نعم. إحنا مصر كانت مشكلتها المناطق العشوائية مثلا، ودي كانت وصمة، وأنا بقولها بمنتهى الأمانة والصراحة، وصمة عار على جبيننا، أن إحنا يكون في مصر ولم يتطرق، وأنا بقول وأنا شاهد على العصر، لم يتطرق الأنظمة اللي قبل النظام الحالي إلى هذا الموضوع بالشكل اللي أنا شفناه كلنا، وشفنا مقدار التحول يعني الذي يصل إلى درجة إعجاز في بعض الأحيان للمناطق العشوائية. فالإسكان أعتقد أنه المؤشر الأساسي الذي تستطيع أن تحكم به على أي أمة بتتطور أو بتنمو. نعم. لأن الإسكان هو جزء أحد أساسيات الحياة. نعم. المسكن، المأكل، الملبس، المشرب، يعني دول أربع حاجات أساسية أي إنسان لا يستطيع أن يعيش حياة كريمة إلا بهم. إذن شعار حياة كريمة يستتبع أن يكون هناك إسكان يحمل معنى هذه الكلمة، والكريم هنا معناه أنه يضم بين جنباته كل متطلبات الحياة من إنفراستراكشر أو بنية أساسية وتمديدات، سواء للكهرباء، المية، الصرف الصحي، الحدائق، الزراعة، المدارس، المستشفيات، الأندية، يعني الحياة الكريمة كلمة مش بنقولها وبس، لا ده لازم تشمل معناها. تم يعني وضع هذا الفكر الرائع، وأنا بسميه الفكر الرشيد. الحكم إذا كان له فكر رشيد فهو بيشتغل بنظام فعلا يغير شكل الحياة. استتبع هذا النمط الكبير من الاهتمام بالإسكان، وكان عنوانه المشرق حاجتين، العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير العشوائيات وإنشاء مدن ومساكن جديدة للعشوائيات، ويلغي القديم كله اللي هو كان لا يصلح للتطوير. نعم. كلام ده استتبعه أن تنفق أرقام، لأن ما تم يصل إلى أرقام الإعجاز، إعجاز لا يمكن أن يتم ما تم في خلال العشر سنوات دي، وأنا رجل متخصص في شغلتي، لا يمكن كان أن يتم أقل من 20 لـ25 سنة. إذن اختصرنا أكثر من 15 سنة لمصلحة مين؟ مصلحة هذا الشعب. وأنا بقول كده رغم أن هذا الكلام استتبعه معاناة، وهذه المعاناة لا ينكرها أي حد، معاناة، لأن أنا بعمل حاجات تتكلف أموال، هذه الأموال أصلا أنا لا ما عنديش الضخامة ولا المصادر اللي تغطيها تغطية كاملة. تمام. ولكن أنا آخر حاجة بس أقول أن بعض الناس تقول طيب المبالغ التي صرفت، هذه المبالغ إذا أسناها، ويمكن كلنا نلمس هذا الموضوع، بسعر اليوم، والسعر اليوم ده أنا ما أقصدش مصر، لا العالم على مستوى العالم كله،
كان هيتطلب، لو جيت أأجل شيء كان هيتطلب أنه يتعمل بضعف وثلاث أضعاف، يبقى كانت المعاناة هتبقى أسوأ والوضع. لكن احنا الحمد لله دخلنا على مشارف بقى ايه جاني الثمر. فالإسكان عموما في مصر أنا بطمن الناس ماشي بخطة ثابتة وقوية وبيشمل كل عناصر الإسكان ولوازمه، سواء من مدن جديدة أو تطوير العشوائيات أو إزالة العشوائيات التي يمكن. تمام، حضرتك تحدثت عن مدن للجيل الرابع إن شاء الله الجيل الخامس، ويمكن فلسفة البناء البناء بشكل عام بتبقى معتمدة ليس فقط على أن البناء هدفه توفير الراحة للسكان أو توفير الخدمات، لكن أيضا توفير بيئة للاقتصاد والتطور ويعني لاستحداث أفكار جديدة. وعايزين نعرف من حضرتك يعني ما هو الفارق ما بين مدن الجيل الرابع والخامس والمدن القديمة، وهل بالفعل بتوفر بيئة تحفز على الإنتاج على الاستثمار على الوصول إلى مستويات جديدة من الأفكار؟ يعني ما هو الاختلاف؟ الاختلاف بسيط جدا، أنا ركزوا عشان الإخوة المشاهدين يقدروا يحسوا بيه على طول. في حاجة اسمها مدن سكنية. نعم. المدن السكنية ممكن تكون مخصصة للسكن بس، أو مفهومنا للمدن أن مدن بنقيمها بيوت شوارع فيها رصف وفيها صرف صحي، لكن المجتمعات العمرانية هو ده الاسم اللي لازم نفهمه من إنشاء مدن جديدة. نعم. كلمة عمرانية يبقى هذه المدن ليست للسكن فقط ولكن للعمران. وما هو العمران؟ هو كل شيء، سواء اقتصاد، استثمار، زراعة، تعليم، ثقافة، بنية أساسية. احنا في عهد أو في عصر الاتصال اللحظي ما بيننا وبين الكون كله، زي ما بنقول الكلمة بنرددها باستمرار، أصبح قرية صغيرة. نعم. ده أصبح أنت بتعمل ممكن مؤتمر افتراضي يجمع سكان يعني قيادات ضخمة من العالم في نفس اللحظة وفي نفس التوقيت دون سفر ولا عناء. فإذا الفرق بين المدن السكنية، وده الجديد اللي أنا بقوله، الجديد في الفكر الجديد وفي الجمهورية الجديدة، اللقب اللي بنقوله ده يقصد يقول جمهورية بشكل جديد. جديد مش من حيث الكلام الحلو والمعاني الطيبة، لا، من حيث التخطيط، الإمكانيات، المردود، التسهيل سبل الحياة للمواطن بالشكل اللي احنا نتمناه. وانا بعتقد يعني الجيل الشباب اللي عندنا ده كلها سنتين ثلاثة وحيبتدي يحس بفارق كبير جدا في ما هو يعيش فيه من مساكن. المدن الجيل الرابع انت لا ترى فيها بنية مثلا زي مثلا صرف الصحي، مش هتلاقي البلاعة اللي بتطفح زي ما بنشوف، لان الصرف الصحي كله داخل ضغطات مغطاة تحت سطح الارض، والصيانة بتاعتها لها مناطق بيخش يتم الصيانة، انت ما بتشوفش اي شيء بره على السطح من الخارج. الالياف الصناعية اللي بتستخدم في توصيل النت والامور الالكترونية كلها بتشمل يعني البنية الاساسية تتعمل شاملة متكاملة، ما بقتش زي ما احنا عارفين او حافظين ماسورة مية وماسورة صرف وكابل كهرباء، لا، ده في تمديدات خاصة بالنت وبالاتصالات الالكترونية، في شبكة معلومات داخلية، في لوح بتودي لك لو حصل اي خطأ او اي عيب في اي نقطة، اللوح هي اللي بتقول وبتشوف وضع غير الاول خالص. كان لازم تروح تقدم بلاغ للحق يا صرف الصحي الماسورة الفلانية مسدودة في الحتة، الكلام ده مش موجود. الكلام ده لما بيتعمل في مدن، المدن الجديدة وعددها مش قليل، يعني عشان اعمل هذا الحجم في هذه الفترة من الزمنية شيء مكلف جدا، وكان ضاغط على الموارد اللي عندك. وانا بقول برضك عشان اطمن الناس يا جماعة، احنا استخدمنا قروض، ما كان لازم استخدم اموال
خارجية عشان أقدر أعمل الكلام ده. تمام. لكن بطول الاقتصاد يقولوا إيه؟ القرض الآمن هو اللي تستطيع أن تسدده ولو حتى على مراحل. تمام. طب هو دكتور طبعا مصر أصبحت تمتلك ثروة عقارية ضخمة يعني ضخم. يعني يمكن حتى زيادة عن احتياجاتها. هناك طبعا وحدات كثيرة جدا مغلقة خصوصا وحدات المصايف في الساحل الشمالي، وحتى المدن الجديدة سواء من الجيل القديم أو الرابع أو الخامس لها توسعات. فأصبح هناك حديث عن مسألة تصدير العقار، يعني أن مصر تقوم بما قامت به بعض الدول الشقيقة من تصدير العقار، وده يكون مصدر دخل دولاري أو من العملة الصعبة بشكل كبير. حضرتك طبعا عندك خبرة بلا شك يعني في دول مهمة طبعا شقيقة ولها تجارب ناجحة، في تقدير حضرتك كيف ندير هذا الأمر بشكل يعني فعال، أن نقوم بتصدير العقار ونجلب موارد مهمة جدا لمصر تبني بها مصانع تبني بها مشاريع أخرى؟ يعني سعادتك حطيت إيدك على نقطة يعني أنا مبسوط أن أنت أثرتها. أنت كنت في أزمة اقتصادية طاحنة وكانت حطاك في خانة صعبة. الفكر اللي أنت قلته دلوقتي هو اللي حل هذا الموضوع، هو الحل أن أنا أفكر، لان الناس اللي جايه تجيب فلوس وتستثمر عندي دي مش جايه من فراغ. ده وجدت ان الجو المحيط كله بيقول ان هذه المناطق هتبقى من المناطق التي يمكن استثمار فيها بشكل واضح وجيد. وابسط مثال رأس الحكمة، يعني شركات بمليارات الدولارات. طيب الدولارات اللي جت دي هي هتروح فين؟ ما هتروح داخل الشرايين بتاعت الاحتياجات اللي عندك، سواء تعليم، صحة، تطوير صناعة. أنا مش حاجي، ولذلك أنا كنت بقول الناس كان يقول لك إيه لازمة يا عم الكباري اللي عمالة تتعمل شمال ويمين وعد عرض ومحاور ضخمة بتربط الوجه بحري بوجه قبلي، ومحاور عرضية تاخد من المحافظات في وجه قبلي وتتجه الى البحر الاحمر. الكلام ده يا جماعه دي شرايين خلتك النهارده من افضل دول العالم التي يمكن ان يستثمر فيها مستثمر ويجد نتاج طيب. طيب دي في حد ذاتها بتضرب لي مش عصفورين، 20 عصفور بحجر واحد. انا لما بعمل الدخل اللي بيجي لي نتيجه هذه المشروعات اللي بيخش في تطويرها أكبر مكاتب استشارية سواء على مستوى مصر ومن خارج مصر، يعني دولة الإمارات العربية عاملة مخططات وشغل لما جم في رأس الحكمة. نعم. وما قبل رأس الحكمة وما بعدها أنا عملت مدينة العالمين الجديدة لا يوجد فيها شبر أو متر مربع غير مستغل. نعم. مباع. الفائض ده مش بعمله كفائض، لا ده انا بعمله بالظبط زي ما احنا بناخد عندنا في بيوتنا زمان يقول لك ايه، احنا خلي حته الذهب موجوده في البيت للاحتياط. حته الذهب بتاعت مصر مش ذهب، حته الذهب اقوى من الذهب، وهو ان يكون عندك ثروه عقاريه يجي عليها ناس من 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 خارج يستثمروا، وحدش بيشيل لا مدينه في جيبه ويمشي بيها وعطاله كتفه، ولا حد يقدر ياخد كرسي وثن ويمشي بيه. بالعكس كلها استثمارات. بتعمل ايه؟ تفتح لي مجالات عمل. انا بخلي مراكز، لو تلاحظ ان كل المدن الجديده دي فيها مراكز تجاريه تكنولوجيه وبتدي للصناعات و انا كده قدرت اقول ان الاستثمار، ولذلك الاستثمار العقاري اصبح اهم، انا بقول كده رافد من روافد الدخل القومي اللي بيجينا، وغطى مشاكل لقيناها في حتى في التحويلات اللي بيجينا من الخارج من اولادنا وابنائنا اللي بيعملوا في الخارج. يعني هنوع المصادر، ولذلك الفكر الصائب او الفكر الرشيد او التخطيط الرشيد هو ده اللي بيحقق اللي سعادتك قلت عليه، ان انا ما بعملش حاجه زايده عن اللزوم. العاصمه الاداريه كل ما تم فيها شركات من داخل مصر وخارج مصر حاجزه عشان تبقى لها موطئ قدم. هذه المدينه
لم تكتمل لسه لغايه دلوقتي رغم اللي اتعمل فيها ده، لسه في هناك استكمال. هتبقى هي اكبر مركز للاستثمار والتجارة والخدمات على مستوى الشرق الأوسط. تمام. فده موضوع يعني لازم ان احنا نثق انه في مكانه الصحيح. طيب دكتور، يعني احنا نسأل سؤال المواطن يعني اللي يمكن مش بيهتم قوي بالتفاصيل لكن يهمه الرؤية الصورة الكاملة. يعني هو احنا كلنا طبعا بنشوف في دول كثيرة جدا سواء في أوروبا أو دول الخليج يعني معمار غير مسبوق، يعني بنشوف أبراج، بنشوف يعني نمط حياة مختلف تماما يعني، وإحنا كالمواطن بيهمه أن بلده تكون زي أو أحسن كمان طبعا من الدول دي. يعني إحنا دلوقتي بنقول إحنا حطينا رجلينا على بداية الطريق، لكن حققنا قد إيه؟ وهل بالفعل قربنا نوصل للمستوى ده أن يبقى عندنا مدن زي المدن اللي في الخليج، زي المدن اللي في الصين، المدن المبهرة اللي هي نمط الحياة مختلف تماما عن أي حياة مختلفة في دول تانية؟ زي ما قلت لك، القصة أن تكون عندك خطط مدروسة وقابلة للتنفيذ وتأخذ آخر ما وصل إليه العصر في الدول المتقدمة. نعم. الكلام ده بيتطلب أنك تكون عندك دراسات وفايلات وكل ما يعني يؤدي إلى أن أنت تعمل زي ما هذه الدول عملت. الحمد لله مصر ماشية بهذا الأسلوب. وبعدين أنت عندك على فكرة مصر من أكبر دول العالم عندها ذخيرة من علماء ومتخصصين وقادرين، وأنا مش عايز أقول هو نص اللي اتعمل في الخليج ما هو بأيدي مصرية، بأيدي مصرية وعقول مصرية، اللي موجود عندنا حاليا بيتم تنفيذه طبقا لآخر، أنا بقول كلام أنا مسؤول عنه، آخر ما وصل إليه العصر في مجال التخطيط والإسكان والعمران. نعم. وقلنا ما عندناش كلمة إسكان بس، إسكان معناها إسكان وعمران بما يستتبع كلمة العمران من تواجد أمور كثيرة. فعشان كده أنا بقول الاستمرار أو المصادر، مصادر سواء من الداخل أو من الخارج، وأنا بعتمد أكتر كمان على الخارج، لأن زي ما اتفقنا الحياة اختلفت. الحياة دلوقتي بقت أي مستثمر عايز يجي من آخر شرق آسيا أو من غرب أوروبا ويجي على مصر. ليه؟ مصر أصبحت فيها بنية أساسية، وده اللي أنا لسه كنت بقوله لك، اللي اتعمل ده مش كان نوع من يعني تنفيذ أعمال فقط، لا، ده أعمال مدروسة، يعني ده هتخدم التجمع الفلاني الصناعي والتجمع الفلاني الزراعي والتجمع الفلاني الحضاري وهكذا والسياحي. ومصر يعني إمكانياتها يعني أنا الضلعين الرئيسيين 1000 كيلو كده على البحر الأحمر و1000 كيلو على البحر المتوسط، يعني دولة بتتمتع بأن هي تقريبا كل الحدود بتاعتها واجهة مائية فلا بد أن نستغلها. طيب هو دكتور، حضرتك ذكرت أن جزء كبير من اللي اتعمل، المشروعات اللي اتعملت في دول الخليج وهي مشروعات طبعا مبهرة، كانت بمساهمة مصرية بالعقول والأفكار والأفراد، لكن مش بالشركات. يعني العالم كله بيعتمد على الشركات الضخمة العملاقة اللي بتعمل مشروعات في دول تانية بشكل كبير جدا. ومصر طبعا حضرتك طبعا تعلم أن مصر غنية جدا بخامات البناء، عندها حجر جيري وطفلة ورمل وحديد وأسمنت، يعني دولة غنية جدا. يعني إذا كنا بنتطلع أن مصر تخرج في هذه الحالة نتيجة للخبرات الكبيرة اللي حصلت في الفترة الماضية، تخرج للعالمية ويكون عندها شركات ضخمة وعملاقة كالشركات اللي احنا بنسمع عنها الأمريكية أو الصينية، في تقدير حضرتك إيه اللي نقدر نعمله؟ لا احنا الحمد لله، أنا هقول لك مش عايزين نقول ايه عشان احنا بنجامل النظام السياسي، أقول لك من 2014، لكن معظم دول العربية، الدول العربية فيها شركات مصرية بتنفذ مشروعات على أعلى مستوى. نعم. وهقول مثال صغير الأخير، أن إحدى شركاتك الوطنية أو الخاصة بتعمل مشروع ضخم دلوقتي في الرياض. نعم. وفي المملكة العربية السعودية.
روح أي دولة. أنا كنت في قطر فترة طويلة، شركات مش حول أسماء طبعا عشان ما نعلج، بتنفذ مشروعات كبيرة جدا وضخمة. أنت طبعا ما دخلتش في الحاجات اللي هي عايزة إمكانيات مالية كبيرة جدا، وإحنا نتمنى بقى نصل إلى دي بقى اللي إحنا اللي أنا بقول لازم نستغل ما نقوم به من مشروعات. الناس جولنا لغاية عندنا، يبقى إحنا ممكن نروح لهم. هو مين بيعمل سد تنزاني؟ سد تنزاني شوليس نيريري يعني شركة مصرية وطنية. يعني أقصد أقول الاعتماد على هذا الموضوع فعلا. أنا أشكرك أنت بتوجه لنقطة في منتهى الأهمية. أنا لازم، أنا الحمد لله مصر ما شاء الله مليئة بالخبرات الفنية، ما أبتدي أشتغل على هذا الكلام. أنا أقول لك أنا حضرت مع صندوق التنمية الحضرية، جه وفد من دولتين أفريقيتين عشان يشوفوا المدن الجديدة والمناطق العشوائية التي تم تطويرها وبنائها. يعني حي الأسوارات كان مسار زيارات لدول أفريقية عايزة تخوض التجربة دي وتعملها عندها. كينيا من البلاد اللي كانت جاية وعايزة تشوف عملية تطوير العشوائيات ده تم بشكل عندنا في مصر نموذجي، وبقى أصبح زي ما زمان كانوا قالولنا أن اليابان جت بعد الحرب العالمية الثانية وابد من الجيش نشوف القاهرة وكيف كانت مخططة وبجمالها. دلوقتي نفس الكلام تكرر الحمد لله في دول أفريقية جاية تاخد التجربة اللي انت قطعها. وعلى فكرة التجربة التي تمت مع المناطق العشوائية وتطويرها في مصر، تطويرها وإنشاء مناطق جديدة على رأسها مثلا حي الأسمرات، نعم سعادتك لو رحت هناك هتقول لا ده انت كان زمان لما نشوف النمط ده نقول ده بتاع مصر الجديده ومدينه نصر. يعني لما كنا نشوف نمط البناء اللي شكله حضاري وانت طورت، فالدنيا كلها دلوقتي بتيجي تاخد تشوف انت عملت ايه. اللي ده في حد ذاته مصدر جيد جدا ان انت تطلع بقى وتجهز، درب واشتغل واطلع وهات فلوس من الخارج وفلوس هيجايه لي من الداخل، المحصله ايجابيه وهتطور هذا ان شاء الله. طيب نعود لمساله العشوائيات ده برضه يا دكتور، يعني هي تجربه طبعا في غايه الاهميه، ويمكن السيد رئيس الجمهوريه تحدث عن فكره يعني او فلسفه متعلقه بمساله العشوائيات، ان المواطن هو عنصر الانتاج الرئيسي وهو عنصر التطوير، وبالتالي لازم يكون بيعيش بمستوى يليق به ومستوى من الكرامه، واول حاجه او اصعب حاجه بتبقى السكن يعني. وبالتالي اتجهت الدوله الى القضاء على العشوائيات الخطره، وحتى تقريبا ان شاء الله يعني في فتره قريبه ننهي جميع انواع العشوائيات. لكن يعني كفوكس على التجربه نفسها، هناك مساهمات من جهات كثيره، ويمكن منها صندوق تحيا مصر، وكان ليه مساهمه كبيره في الحقيقه في مساله العشوائيات. وفكره الصناديق فكره جديده علينا في الحقيقه يعني، ومن واقع خبرة حضرتك برضو عايزين نتعرف على يعني مساهمة هذا الصندوق يعني، وكيف نتوسع فيها، وهل نقدر نعمل صناديق تانية برضو تدخل في مجالات أخرى؟ طبعا هو فكرة صناديق كل الدول اللي عندها فلوس كتيرة، يعني احنا ما عندناش فلوس كتيرة، لكن الدول الأخرى عاملة صناديق سيادية، وعاملة صناديق لقطاعات خدمية، وعاملة صناديق لكل هذه الامور. مست الصندوق انه يعني مش بيكبل بالطريقه الروتينيه الاداريه الصعبه، ولكن بيجمل لك حصيله جاهزه عشان انت عندك تخطيطات مخطط. نعم. فعشان اخطط بخطط وانفذ، ما انا مش هكتفي ان انا اعمل خطط واسكت، لا انفذ. الصناديق دي بتساعد بشكل رائع، وده شفناه حي الأسمرات، ده حي الأسمرات غيط العنب، المناطق العشوائية اللي تم تغيير شكلها بشكل، في ناس كانوا عايشين في مستوى لا يليق بالبشر أن يعيشوا فيه. مصر أنا بقوله على الأقل احنا تغلبنا على أكثر من 85%، وده نجاح يصل إلى درجة الامتياز، زي الجامعة كده اللي بيجيب 5 يقول لك امتياز، احنا وصلنا للامتياز ولكن لسه. وبعدين اتبع اسلوب الصناديق طبعا ليها موارد محددة، فأن
الذي يمكن تطويره أنا مش هشيله، ما أنا أقدر في المرحلة الحالية إن أنا أطوره ونميه عشان يصبح ملائم، ثم يأتي وقت أستطيع إن أنا أغيره وأحط مدن جديدة، هيبقى بقى إن شاء الله مدن الجيل الخامس فيها. طيب هي المشروعات يعني طبعا الدولة هي في الصدارة فيما يتعلق بجميع هذه المشروعات. ولا لا وفي للأمانة والقطاع الخاص والقطاع العام. احنا عايزين نتحدث ايوه يعني يعني عندنا بنوك بتساهم في التنمية في كل نعم هي البنوك معظمها حكومية يعني. ايه؟ البنوك معظمها حكومية يعني. ايوه بنفهم. لكن فيما يتعلق بالقطاع الخاص رجال الأعمال يعني. والله في منهم ناس أنا للأمانة يعني في ناس بتؤدي دورها، ولكن برضك همسة في أذن الآخرين. نعم. يعني بصوا للبلد اللي اديتنا كلنا كل حاجة. فلابد، لأنه المثل اللي بيقول لم يعش من عاش لنفسه، يعني اللي يعيش لنفسه بس ده مش ما يعتبرش عاد. لازم ندي، وربنا بيبارك على فكرة. فأنا بطالب كل رجال الأعمال وأصحاب الصناعات والمصانع والتجارة ان هم يجعلوا جزء بدون ان الدولة تقول لي انت مفروض تدفع كذا او لا، انا اتوجه من نفسي عشان اكون ايد بتساعد في بناء حياة وجمهورية جديدة اللي احنا بنأمل ان يكون فيها حياة ذات جودة ذات مردود احس انا واحفادي واولادي بشكل دايما بيتقدم للامام وما بيقفش في مكان. تمام. حضرتك ذكرت رأس الحكمة والعلمين الجديدة، يمكن اول مدينتين مهمين يعني في مدن حديثة على البحر الابيض المتوسط يعني، والبحر هذا البحر كبير طبعا بعليه مدن كبيرة جدا في دول كبيرة وكثيرة ومناطق مشهورة يعني، بنسمع عن الريفيرا في فرنسا وغيرها من المدن اللي موجودة في إيطاليا في اليونان. في هل من الممكن أن يعني أن يتجه هذا الاستثمار في هذا المكان، لأن يبدو أنه مكان واعد أن نصل لهذا المستوى، يبقى عندنا مدن زي الريفيرا، مدن زي المدن الموجودة في إيطاليا، مدن زي موجودة في اليونان، ويكون عوائدها واستثماراتها مشابهة لهذه المدن، لأن طبعا عوائدها ضخمة جدا. أنا كنت في معرض عقاري أمس وكان فيه عارض أكتر من 25 شركة استثمارية عقارية، وشفت التصميمات والتخطيط حاجة على أعلى مستوى وزي الريفيرا وأكتر، ولكن طبعا هياخد وقت وجهد، مش هتعمل في سنة ولا اتنين ولا تلاتة. هذه المخططات معمولة عشان لمدة 5 إلى 10 سنين يبقى فيه تطور. مش كتير في عمر الأمم يعني. طبعا، ولكن المستوى اللي بيتم تنفيذ به هذه المناطق السياحية تنفيذ أنا عايز أقول إيه، بيتم تنفيذ آخر ما وصل إليه علم التصميم وعلم المغذيات والمطلوبات لسكن. ده بقى مش بنقول سكن، لا ده يصلح لمدة 12 شهر، ما يبقاش لفترة بتاعت الصيف شهرين ثلاثة ويفضل، لا معمولة بفكر جديد وشكل جديد ومناطق تشمل يعني تجذب جميع أهلنا في الخليج وفي الدول الأوروبية كمان. تمام. لأن مصر مناخها زي ما أنت عارف يعني جاي جدا طول. تمام. طب عايزين نطمن من حضرتك برضو يعني في جزئية متعلقة بالتخصص، يعني هذه المدن التي تبنى في الخليج أو في الصين أو كده بتتطلب نوعيات معينة من المواد الحديثة، يعني طبعا كمواد بناء حديث أو خامات معينة، خامات ألومنيوم. هل مصر عندها القدرة على أن لأن كلها يعني في واقع الأمر هذه مواد مستوردة حاليا، يعني أن يكون لديها المصانع ومصادر الإنتاج اللي تنتج هذه المواد وبالتالي تسهل هذه الإنشاءات؟ يعني طبعا اللي انت بتقوله ده هو ده اللي كان أملي، أن لابد أن احنا نحط جزء من استراتيجيتنا في التصنيع، هو استراتيجية أن أنا أعمل كل صناعة مواد البناء ومستخدمات البناء، سواء مثلا الخلاطات، الأحواض، المواسير الخاصة بالتمديد. احنا قطعنا شوط كبير جدا الناس مش حاسة بيه مش شايفاه،
لكن اتقطع. لكن انا في رأيي ان انا مش عايز يتقال ان انا بجيب سيراميك من اسبانيا ومش عايز اجيب مش عارف ايه من ايطاليا، ليه ما يتعملش في مصر؟ انا بقول لك اي حاجة من الحاجات دي ممكن عملها في مصر، بس كانت تتطلب ما تم تنفيذه خلال السبع ثمان سنين الأخيرة من انفراستراكشر، من إمكانيات، من تجهيز، لأن أنا مش هاجي أعمل مصنع وأنا مش لاقي طريق أنقل بيه البضاعة اللي أنا بعملها إما للتصدير أو للداخل. فمن ناحية إن إحنا ممكن نبقى على المستوى، ممكن جدا، لأن أنت عندك الخبرات زي ما قلت الكافية واللازمة، والمصريين منذ الفراعنة بنائين، احنا كلنا البناء دي مهنة طبيعية في الجين المصري. تمام. اعتقد ان شاء الله يبقى احسن. تمام. طب نعود للمدن الذكية دكتور اسماعيل، يعني بنتحدث عن مدن ذكية ويمكن اضافت الدولة مسألة ان تكون صديقة للبيئة، يعني طبعا. عندنا طبعا العاصمة الادارية، منصورة الجديدة، الجلالة، مدن يعني علامات في الحقيقة، يعني وفيها تميز مختلف عن بقية المدن. يعني الجلالة تحديدا يمكن مدينة متميزة بشكل كبير جدا، أول مدينة تبقى فوق الجبل وبص على البحر، فده شيء مش موجود في مصر تقريبا غير في مدينة الجلالة، وفيها مميزات كتيرة جدا. فكيف تكون هذه المدينة ذكية في نفس الوقت أن تكون صديقة للبيئة؟ أهو كلمة صديقة للبيئة يعني لا يوجد فيها شيء يلوث البيئة أو يساهم في تدمير البيئة أو الأساس فيها هو الخضرة، الخضار أساس فيه، الطاقة التي تستخدم هي طاقة صديقة للبيئة. تمام. يعني الشروط التي تؤدي إلى أن مكان يحافظ على البيئة أنه الطاقة اللي تبقى جواه معتمدة على الطاقة الصديقة للبيئة. مصر أنا بقول وبأكد أنها هتبقى من أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط للهيدروجين الأخضر. تمام. وده أحد ده لازم يبقى جزء من التركيبة اللي هتتعمل في كل المدن اللي أنا بطورها أو المدن اللي بنشئها جديدة، خاصة إن هي مدن جيل رابع وخامس. الخضرة وده أصبح معيار أساسي، أي تصميم ساعتك بتشوفه هتجد حتى لما يجي بيعرض عليك في أي معارض أو تلاقي ان الخضرة تمثل مساحة لا تقل ابدا باي حال من الاحوال عن 30% وشوارع 30%، يعني انت بتبني على 35% من اي مسطح عشان تخلي الخضرة والجمال وسهولة الحركة اساسية في اي تجمع بتعمله. فدي ضوابط اوريدي. انا بقولك مش هينفع واحد يقول انا خططت منطقة من غير ما يحط كل السبل اللي يبقى ما داخل هذا المكان صديق للبيئة ومحافظ على البيئة ومحسن للبيئة ولا ينتج عوادم تؤثر على سلامة البيئة. تمام. طيب هنتوقف عند فاصل إن شاء الله قصير وثم نعود في هذه الحلقة من برنامج ملف.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج ملفات مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور إسماعيل نصر الدين استشاري الإسكان والمشروعات القومية. دكتور لم يتبقى إلا دقيقة واحدة يعني في رسالة سريعة كده لكل صاحب قرار إن شاء الله عشان يكون المستقبل أفضل بإذن الله، يعني تصور حضرتك إيه اللي ممكن نضيفه أو نفكر فيه أو نضيف أفكار جديدة يعني؟ هو في الحقيقة طبعا أنا عايز أركز أن ما تم إنجازه بلا شك كافي كويس جدا، ولكن أنا عايز أن نركز شوية في المرحلة المقبلة على الإسكان المتوسط المطور. فكرة أن إسكان متوسط ولكن يكون بيحتوي على آخر ما وصل إليه التخطيط والعمران في العالم كله. تمام. أنا بقول كده لأن هي دي الطبقة اللي احنا أو ده النوعية أعتقد اللي الغالبية العظمى محتاجها في المرحلة القادمة. تمام. ولكن لابد من استكمال كل مشروعاتنا سواء من بنية أساسية أو طرق أو مدن جديدة طبقا للمخططات الموضوعة، لأن ده يتواكب مع تحقيق الهدف من الجمهورية الجديدة والحياة الكريمة. تمام. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن يكون المستقبل مشرق لمصر وأن تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها. لكن انتهت أعزائي المشاهدين هذه الحلقة من برنامج ملفات. في الختام أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور نصر إسماعيل نصر الدين استشاري الإسكان والمشروعات القومية. بنشكر لحضرتك تشريفك يا دكتور إسماعيل. أنا اللي شاكر. أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء قريب.